حرف الاس. حرف الاس اذا لم يقع بين حرفين متحركين ينطق اس. مثال: اخت، سور، سور. اسيستي، اسيستي، اسيستي. بيرسيستي. طيب لاحظنا من المثال الاول مثلا ان حرف الاس هنا جه في بداية الكلمة، عشان كده هننطقه اس مش هننطقه زد. هنعرف بعد كده ان لو حرف الاس وقع ما بين حرفين متحركين في الحالة دي بحوله إلى زاد. طيب أخت، سير، سير، سير. أسيستي، أسيستي. طيب زي ما أنتم ملاحظين في المثال ده مثلا حرف الإس هنا طبعا أي نعم مسبوق بحرف متحرك اللي هو الأ، بس جه وراه حرف ساكن اللي هو الإس، وفي الحالة دي هنطق إس. كذلك حرف الإس الثاني جه وراه حرف متحرك اللي هو الاي، بس مسبوق بحرف ساكن اللي هو الاس. طيب الشرط عشان نخلي حرف الاس دي تقلب الى زد انها تكون واقعه ما بين حرفين متحركين، وده هنعرفه بعد كده في الشرح في الملفات الجايه ان شاء الله. يبقى اخت، سير، سير. اسيستي، اسيستي. بيرسيستي، بيرسيستي، بيرسيستي. سيونس، séance, séance. Salle, salle, salle. Salon, salon, salon. طيب نستنتج من كده ان حرف الاس طالما انه ما وقعش ما بين حرفين متحركين يبقى في الحالة دي بنطقه اس، وقع ما بين حرفين متحركين بنطقه زد.